كان بيروح الموسكي يجيب دايما بارفانات وهدايا يديها لمين؟ للشغاله بتاعت بيتهم، توصلها لحبيبته. لحد ما في مره اخوها قفشوا للاسف وهدده ومنع البنت من الوقوف في البلكونه خالص. عارف كده في الافلام لما يجيبوا خشب ويمسمروا سماره، هو ده اللي حصل لي الكلام ده برضو. ابويا عملهولي، كنا نجيب محفوظ واحنا مش عارفين. لكن فضل يحاول طبعا لحد انه هو يوصله ليها، لكن القصه انتهت لما مين بقى؟ نجيب محفوظ قرر انه يعزل وهو واسرته ويسكنوا في العباسيه. دخل ساعتها الجامعه والقصه دي انتهت. ويمكن نقول عليه، ممكن نقول الجبده دي عروس، الله يخليك يا رب، ممكن نقول عليه ده حب المراهقه بقى، خلاص اتنسى. عارفه ان الحاجات دي فعلا، انا عارفه ان حب المراهقه هنا ما بيتنسيش، يعني ما بيتنسيش ابدا. ده حقيقي. كملي يا لميس، كملي. بص، موسوعه العلم كله والادب كله. والله بنحاول يا شيف حسن. اتفضلي. بص يا سيدي بقى، اقول لك انا يعني، انت بتاخدني في دوكه كده، اصبر عليا، اصبر عليا شويه كده، انا لسه جايبه لك اكتر واكتر. يا مسهل. بص يا سيدي، الصدمه الحقيقيه بقى في حياه نجيب محفوظ كانت في قصه حبه الثانيه. كان بيحب اخت صاحبه وهي اكبر منه بخمس سنوات، لكن كان حب من طرف واحد، هو بيحبها وهي ما بتحبوش، وهي مش حاسه بيه نهائيا. فضل كده لحد للاسف لما البنت اتجوزت. ساعتها اصيب بصدمه كبيره جدا، وفضل لنهايه حياته يقول انه اتأثر جدا بالقصه دي. يمكن من اكتر الحاجات اللي اثرت فيه كمان ادبيا، وعمره ما كان بينسى القصه دي. خدي بالك بقى، اقول لك على مفاجاه، الاستاذ نجيب محفوظ اقتبس القصه دي في تفاصيلها فيلم قصر الشوق. شخصيه كمال عبد الجواد اللي عملها الاستاذ نور الشريف الله يرحمه، نفس القصه اللي عاشها الاستاذ نجيب محفوظ والمشاعر من طرف واحد. ما شاء الله يا بنت، انا اديب الكبير في نفسي. موسوعه، عارف كل حاجه. انت عامل 12 كتاب لغايه دلوقتي، اقول لك ايه؟ خدي بالك، التدخين ده مش اي كلام. طب انا هسالك سؤال، ولو شاطر جاوب عليه، بما انك كده خبره وما شاء الله ما فيش اجابه. ما انا جاهز لك. امتى نجيب محفوظ اتجوز؟ قول لي كان عنده كام سنه؟ الاستاذ نجيب محفوظ ايوه فضل عازب لحد لما وصل 45 سنه. يا نهار ابيض، لا انت هتخاف منك. امه اللي ضغطت عليه، هتخاف منك. امه ضغطت عليه وقالت له اتجوز. انت هتخاف منك والله. ايه رايك بقى؟ ايه ده الشطاره دي؟ 45 سنه. ما شاء الله، ما شاء الله. طيب، لا ده انت حاجه. اتفضلي يا موسوعه. كان بيتولى رعايه امه واخته الارمله. والدته فضلت تاخده لحد ما كان، او تخدمه لحد ما كان سنها كبير. فضلت معاه وترعاه وهو كمان كبر مع والدته. كل أصدقائه اللي اتجوزوا عن قصص حب فشلت، قصص حبهم دي وانتهت بالطلاق. واخد بالك أنا بحكي لك ليه التفاصيل دي؟ عشان أقول لك كتاباته اتشكلت منين. هي مش من خبراته لوحده، هو كان في قصص حواليه كتير، الجروب اللي حواليه شكلت كتاباته. عاش في الحسين والعباسيه بالظبط. كان بيخاف بقى قصص ان مشروعه الادبي جدا 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 بسبب بقى فشل اصدقائه في قصص حبهم كلهم، وكتير منها كانت بتنتهي بالطلاق. هو كان بيخاف انه يدخل قصه نفس من التجربه بتاع اصدقائه بالظبط، وكان دايما بيتراجع عن خطوات زي دي. انا كحسن ما اقدرش اقول ان هو الله يرحمه كان اديب عظيم، واتجوز كمان من السيده عطيه الله ابراهيم بشكل عقلاني جدا 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 بعد ما حصل منه الحب وخلف منها بنتين. مظبوط، السيده فاطمه. أيوة. والسيده ام كلثوم. مظبوط مظبوط، حلو قوي قوي.